اقتباسات وأقوال فريدريك نيتشه. دائما يوجد في بعض الجنون حب، ولكن دائما يوجد بعض المنطق في الجنون. تكره الأنثى الكذب ويكره الرجل الخيانة، كلاهما يكره ما يتقنه جيدا. في صدورهم ثورة البغضاء، وعلى شفاههم بسمة الثلج. ما يزعجني ليس أنك كذبت علي، إنما يزعجني أنه لا يمكن تصديقك بعد الآن. من الأضداد التي يندر أن تتفق، الحما والكنة، عمر المرأة والحقيقة، والمرأة والسر. عندما نفكر كثيرا وبذكاء، لا يتغير الوجه فقط، بل أن الجسد بكامله يلبس الذكاء. هناك شخص واحد لم يذق طعم الفضل في حياته، إنه الرجل الذي يعيش بلا هدف. ليت هذا الرجل العظيم يتعب من عظمته ليظهر الجمال فيه. لدينا الفن كي لا نموت من الحقيقة. نسيان الغاية هو أكثر أنواع الغباء شيوعا. هل سبق وأن أهدرت الكثير من الوقت لدرجة أنك في حيرة شديدة بما يجب عليك فعله فيما تبقى لك؟ كن بسيطا، فإن البساطة بذاتها جمالا. أعن نفسك أيها الطبيب لتتمكن من إعانة مريضك. إن خير ما تبذله من معونة لهذا المريض هو أن يرى بعينه أنك قادر على شفاء نفسك. كل صديقك كالهواء الطلق والعزلة والغذاء والدواء، فإن من الناس من يعجز عن التحرر من قيوده، ولكنه قادر على تحرير أصدقائه. لا يليق بالأرواح العظيمة أن تنشر ما يعتريها من الحزن والألم، يليق بها فقط أن تنشر الأمل والجمال. تريد ألما أقل؟ انكمش إذن، وكن جزءا من القطيع. عدم المقدرة على تبادل أفكار مع الآخرين هي أسوأ وأفظع أنواع العزلة بالنسبة لي على الإطلاق. إن الاختلاف عن الآخرين هو أقصى وأفظع من أي قناع حديدي يمكن للفرد أن يعزل بداخله. من يتصارع مع الوحوش عليه أن يحذر أن يتحول هو الآخر إلى وحش. الحكومة أبرد من جميع الوحوش الباردة، تكذب ببرود، الكذب ينزلق من فمها. أنا الحكومة وأنا الشعب. كل ما تقوله الحكومة كذب، وكل ما تملك الحكومة من ملكية فهي مسروقة. عندما تكون على وشك الزواج، اسأل نفسك هذا السؤال: هل تعتقد أنك ستكون قادرا على التحدث بشكل جيد مع هذا الشخص في سن الشيخوخة؟ كل شيء آخر في الزواج هو عابر. وإذا أساء إليك صديق فقل له إنني أغفر لك جنايتك علي، ولكن هل يسعني أن أغفر لك ما جنيته على نفسك بما فعلت؟ هكذا يتكلم عظيم الحب، لأنه يتعالى حتى عن المغفرة والإشفاق. إنني أستعرض جميع ما كتب، فلا تميل نفسي إلا إلى ما كتبه الإنسان بقطرات دمه. اكتب بدمك فتعلم حينئذ أن الدم روح، وليس بالسهل أن يفهم الإنسان دما غريبا. كلما ارتفعنا إلى الأعلى ظهرنا أصغر بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الطيران. أفضل سلاح لمواجهة عدو ما هو عدو آخر. ليحذر الرجل المرأة عندما يستولي الحب عليها، فهي تضحي بكل شيء في سبيل حبها. الزواج التعيس لا ينقصه الحب، تنقصه الصداقة. الكذبة الأكثر انتشارا هي كذب الشخص على نفسه. كل الأفكار العظيمة تولد أثناء المشي. السمك الكبير يبتلع السمك الصغير، هذه هي الحياة بتمامها. الذي لا يستطيع أن يأمر عليه أن يطيع.